هل جربت القرب من الله عز وجل شانه وخذلك؟ هل جربت الأنس بالله عز وجل شانه وألقى في قلبك الوحشة؟ هل جربت أن تسجد لله وأنت بلهفة تشكو إليه الحال؟ لماذا لا تصلي؟ أنت لماذا لا تصلي؟ سل نفسك لماذا لا أصلي؟ ما هي العداوة التي بينك وبين رب العباد حتى لا تصلي له؟ ماذا فعل الله لك حتى لا تسجد له؟ ما هو الشيء الذي أنت لم ترضى به عن الله حتى تأبى أو يأبى جبينك أن يسجد لله سبحانه وتعالى؟ هل رب العباد أغضبك بشيء؟ هل الله سبحانه وتعالى سلط عليك القاصي والداني؟ هل الله جل وعز شانه جعلك آية للعالمين ثم ابتلاك بالأوجاع والأسقام والأمراض وابتلاك بغيره ثم أنت ترد بأن تأبى السجود لله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا تصلي؟ أنت لا تسجد لله وهو الذي يرعاك، أنت لا تسجد لله سبحانه وتعالى وأنت تحيا على أرضه والشمس تشرق بأمره وتغرب بإذنه سبحانه، أنت لا تسجد لله وهو الذي أسقاك الماء وأطعمك ومن عليك بالصحة والعافية والأبناء، أنت لا تسجد لله سبحانه وتعالى وهو الذي أغرقك بالنعم وآتاك لسانا فصيحا ولم يجعل بينك وبين القرآن حاجبا ولا حاجزا سبحانه، فلماذا لا تسجد لله؟ لماذا لا تسجد لله سبحانه وتعالى وأنت ترى غيرك يعاني من الابتلاء وأحيانا ابتلاه الله عز وجل بأن يسجد للصنم والشجر والحجر، وأنت ولدت مسلما، أعظم نعمة امتن الله بها علينا كأمة أن ولدنا على الإسلام، فلماذا لا تسجد لله سبحانه وتعالى؟ هل تحب الله؟ تقول نعم أحب الله سبحانه وتعالى، وما دلالة الحب؟ إذا كان أمرك بالصلاة وتأبى، هل دلالة الحب أن يقع في قلبك ولسانك أحب الله ثم لا تتقدم خطوة واحدة للصلاة، لا تتقدم خطوة واحدة للسجود؟ فأين دلالة الحب؟ الحب له دلالة، الزوجة أحيانا تطلب منك دليلا على حبها، الابن برك به واعتناؤك به دلالة الحب، حتى السيارة إذا أنت اعتنيت بها وبجميع متطلباتها فدلالة الحب، حتى الزرع لما تغرس بذرة وترد أن تبادلها الحب تعتني بها، الحياة قائمة على الحب لكن بدلالة، فأنت لما تقول أنا أحب رب العباد سبحانه وتعالى أين الدلالة؟ إذا أنت تمنع جسدك أن يتقرب لله سبحانه، هل جربت القرب من الله عز وجل شانه وخذلك؟ هل جربت الأنس بالله عز وجل شانه وألقى في قلبك الوحشة وألقى في قلبك أن تستوحش من الناس؟ هل جربت أن تستهمس في أذن الأرض طلبا لله سبحانه وتعالى وقربا إليه ثم أبعدك الله جل وعز؟ هل جربت لذة العبادة؟ هل جربت أن تسجد لله وأنت بلهفة تشكو إليه الحال؟ كلنا يشكو الحال للزوج للصاحب للولد، لكن من جرب أن يشكو الحال لله سبحانه؟ فلماذا لا نصلي؟ ولماذا أنت لا تصلي؟ ربما تقول أنا أصلي ولكني أقطع، لماذا نحن في العمل نحرص على العمل بالميعاد والميقات ونأتي للعمل كأنه كتب علينا من الساعة كذا حتى كذا ونخشى التأخر ولا نخشى من رب العباد الذي بيده الأرزاق؟ العمل بيد الله سبحانه، هو الذي يمنح وهو الذي يسلب، ثم نؤخر الصلاة ونترك الصلاة ونتكاسل عن الصلاة، لماذا؟ سؤال اسأل نفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، ما يوجد أحد يتقن الاعتذار ووضع الاعتذار كالإنسان، فلا تعتذر لنفسك، بماذا ستعتذر لله؟ الحياة أخذتني، الذي وهب لك الحياة هو الذي أمرك بالسجود له، فلا تعتذر بشيء وهبه الله إليك أن تصرف نفسك عنه سبحانه، الذي منحك الحياة قادر على أن يسلبك الحياة، حينما تقول الحياة أشغلتني والعمل أخذ وقتي، العمل نعمة من الله، فهل أنت تكافئ هذه النعمة بعدم السجود لله؟ تريد الصحة؟ الصلاة، تريد العافية؟ الصلاة، تريد الأنس بالله؟ الصلاة، ماذا يغنيك الناس إن ألقى الله في قلبك سبحانه وتعالى أن تستوحش الناس؟ لو اجتمع عليك أقطار الأرض وأرادوا أن يؤنسوا أو أن يقذفوا في قلبك الأنس، ما استطاعوا إذا الله عز وجل حرمك هذا، فالأنس بالله سبحانه وتعالى يغنيك عن الناس كافة، فلماذا لا تصلي؟ أنت السؤال هو بماذا أغضبك المولى حتى لا تسجد له؟ فكر ولو قليلا، ما هذا الشيء الذي الله سبحانه وتعالى فعله بك حتى تأبى السجود وهو الذي أطعمك وأسقاك وآواك وكساك سبحانه وتعالى؟ النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال بين الرجل والكفر ترك الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يوصيك تعال، ترى أنت دلالة
حبك لله الصلاة، دلالة حبك لنبيك الصلاة، هذا هو. فالصلاة كبيرة وثقيلة على النفس التي تحيا بالنفاق وتأبى إلا أن تحيا بأكثر من وجه. لكن الرجل الذي حياته لله سبحانه وتعالى يجد الصلاة يستلذ بها، الصلاة هي النور، فلماذا تحرم من نفسك هذا النور؟ بل هل تعلم أن الصلاة إذا أنت صلح أمرك بالصلاة باقي الأمور أيسر وأسهل وأهون؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول أول ما يحاسب به العبد في يوم القيامة الصلاة. إذن أول ميثاق لك سيحاسبك به الله سبحانه وتعالى هي الصلاة، لأن بصلاح الصلاة يصلح به كل العمل. لهذا الله عز وجل لما ذكر الضياع والشقاء فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أول عمل زين يا رب إضاعة الصلاة ماذا أدت؟ واتبعوا الشهوات. إضاعة الصلاة أدت لاتباع الشهوات. كأن الصلاة تعطيك قيد عن الوقوع في المعصية. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لهذا ابن مسعود يقول كل صلاة لا تأمرك بالمعروف وتنهاك عن المنكر فلا تزدك إلا بعدا من الله. فكأن الصلاة قيد، أنت لما تأتي للذنب تتذكر الصلاة ما بين فجر انتقال لظهر لعصر لمغرب لعشاء. لماذا؟ الله عز وجل جعل الصلاة نور، بل جعلها مكفرة للذنب. أرأيتم لو أن على باب أحدكم نهر يغتسل منه 5 مرات هل يبقى من درانه شيء يعني الأوساخ؟ قالوا لا. قال كذلك الصلوات، من منا لا يذنب؟ نحن في النميمة نقع، في الغيبة نقع، نقع في النظر، نقع في السمع، نقع، ما يوجد بيننا ملائكة. هذه الذنوب إن تراكمت علينا مصيبة، كيف سنلقى الله؟ زين كيف أغتسل من الذنوب؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بالصلوات الخمس. تصور أن رجل كل يوم يغتسل 5 مرات، 5 مرات يغتسل، يأتي كل يوم يغتسل 5 مرات، هل أنت تتوقع هذا الرجل سيبقى الوسخ أو كذا متعلق به أو ينتابه؟ تقول لا مستحيل. فكيف الصلاة؟ أنت إذا ركعت كما أخبر صلى الله عليه وسلم تتساقط الذنوب عنك، إذا توضأت تتساقط الذنوب عنك لآخر قطرة، يعني وضوءك الوضوء مغفرة للذنوب حتى في القطرات، والصلاة ركوع وسجود تتساقط عنك الذنوب كأنها جبل فوق رأسك وأنت بركوعك تتساقط. أجمل من هذا ماذا تريد؟ فإذا السؤال لماذا لا تصلي؟ سأل نفسك أنت لماذا لا تصلي؟ هل أنت لا تريد أن تصلي لأن الله لم يجعلك غنية؟ محمد صلى الله عليه وسلم خرج من بيته جائع صلى الله عليه وسلم. هل أنت لا تريد أن تصلي لأن الله لم يرزق العافية؟ أيوب عليه السلام 18 عام طريح على فراشه عليه السلام. أنا أسألك الآن، أما تستحي من الله؟ يعني أنت ما موقفك حينما يمر الظهر ويدخل في العصر ويدخل في المغرب وأنت تجلس أمام التلفاز ولا تريد الصلاة؟ ما تستحي من الله؟ فرضا لو أن الله قدر عليك الموت وأن تموت، هل أنت، سؤال أصدق مع نفسك، هل تتمنى أن تموت وأنت لا تصلي؟ إذن أين العلة؟ إذن أنت تعلم أن ترك الصلاة أعظم خطر يواجه المسلم، ولا ترضى لنفسك أن تلقى رب العباد وأنت لا تصلي. الصلاة تغسلك، تنقيك، تطهرك، يكفي أنك في الصلاة تقف بين يدي الله. شوف نصيحة أخ لي ولك، كل إنسان يعلم بعلته، كل إنسان يعلم بعلته، لكننا نحسن وضع الأعذار. نحن أمة تفلح بوضع العذر حتى نتعلق به ونلتمس لأنفسنا حجة، لكن لا يوجد عذر لك بترك الصلاة مهما بحثت. أن تبحث لك عن عذر لن تجد لك عذرا. تعلم لماذا؟ لأن الله خفف عنا الصلاة، والصلاة قرب من الله وأنس من الله وحجة لك وبرهان لك ونور لك يوم القيامة، وتكفر الذنوب وتسقط عنك الذنوب حينما تركع وتسجد، وحتى الوضوء يغفر لك الذنوب. فلماذا لا تصلي؟ إذن أنت كأنك نصبت العداوة مع الله. ثم ربما تقول يا شيخ أنا لا أصلي تكاسلا. هل نكسل عن الطعام والشراب؟ هل نكسل عن الدوام؟ هل نكسل عن متاع الدنيا؟ هل نكسل حينما نذهب للأسواق؟ الأسواق هل نكسل حينما نذهب إليها؟ فلماذا نكسل عن الصلاة؟ الصلاة راحة،